السلام الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم. ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم حبابي، الوصفه ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان راها خاصه بالتساقط ديال الشعر بالناس اللي عندهم هاد البلايص هادو خاويين، بنات وولاد. هاد الوصفه هادي كتصلح لبنات وولاد عندهم تساقط ديال الشعر، عندهم الحكه في الجلده ديال الراس ديالهم، ما كيطواش لكم الشعر. بهاد الوصفه اللي غنعطيكم غادي تلقاو واحد النتيجه اللي غتشكروني عليها، ونتمنى اللي جربتها وعطاتها النتيجه ترجع لهاد الفيديو وتخلي لي كومونتير باش يستافدوا بزاف ديال الناس كيف ما حتى حنا استفدنا منها. هنا انا الوصفه راه كنديرها لسلمى بنتي، كان عندها هاد البلاصه هادي خاويه البنات، هنايا القدام ديال الشعر هنا خاوي طريق طريق لدرجه كنا كنقولوا فقر الدم بزاف ديال الحوايج. والحمد لله على هاد الوصفه هادي اللي غنشارك معكم لقينا النتيجه، وبغيت نشاركها مع خواتاتي علاش لا. كما قلت لكم الناس اللي كيطيح لهم الشعر ديالهم يجربوها، المكونات هما ساهلين، جوج دراهم البنات غتهنيكم من المشكل ديال تساقط الشعر بصفه نهائيه، غترحموني عليها. المهم حبابي كيف ما كتشوفوا الشعر ديال بنتي سلمى راه كان خفيف خفيف خفيف، والناس اللي كيعرفونا راه ما عارفين شعرها كيفاش كان، ومن هنا من القدام راه كان كيطيح وخاوي. والحمد لله يعني لقينا النتيجه على هذه الوصفه وبغيت نشاركها مع خواتاتي. يلا حبابي بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، حيت هذه الوصفه هذه راه فيها جوج ديال الوصفات اللي بجوج بهم نافعين وغادي يفيدوكم وساهلين البنات ساهلين، وكما قلت لكم جوج دراهم غتهنيكم من جميع مشاكل الشعر. ونبداو الوصفه ديالنا، غادي ندير لكم الوصفه الاولى ومن بعد عاد غادي نديروا الوصفه الثانيه. الوصفه الاولى كنحتاجوا ليها هنايا عندي السانوج اولا حبه البركه، هنايا في المغرب كنقولوا ليها كنقولوا السانوج، كنمشيو عند العطار كنقولوا ليه عطينا درهم سانوج ولا جوج دراهم سانوج كيعطينا فيها الخير والبركه. وكاين بعض البلدان كيسميوها حبه البركه، المهم الاسم راه كل واحد وشنو كيسميها، ولكن الشكل ديالها غادي نقربها لكم مزيان كيف ما كتشوفوا باش تعرفوا على الشكل ديالها، حتى لو ما عرفتوش السميه راكم غتعرفوا على الشكل ديالها. كيف ما كتشوفوا كتكون على هذا الشكل، هادو الحبات ديالها على هذا الشكل هذا. هنايا البنات انا راها فيها شويه ديال العشوب، راكم عارفين هاد الايام ما كاين غير العشوب وراكم عارفين السبب. المهم هنايا كما قلت لكم حبه البركه راها زوينه بزاف، كتنفع بزاف ديال الحوايج. الناس اللي بغاو يتعرفوا على المنافع ديالها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. كتصلح البنات كيديروها بعض الناس بحال البخور كيطلقوها في الدار، اولا كاين بعض الناس تاني اللي كيشربوها مع الصباح على الريق زوينه للذات. المهم كما قلت لكم المنافع كامله غنخليها لكم في صندوق الوصف، واليوم غادي نستعملوها في هذه الوصفه هذه ديال الشعر ديال التساقط ديال الشعر. ما كتخليش التساقط البنات اللي كيطيح ليه شعره بنات وولاد، هذه الوصفه هذه راه كتصلح حتى الرجال ماشي غير البنات، حيت بعض الرجال حتى هما كيكون عندهم الصلعه القدام يا بالكاسكيطه يا المهم تساقط الشعر كيكون على كل شيء. غادي نديروا هذه الوصفه هذه وباذن الله غادي غتشكروني عليها، وحتى انا خدتها من بعض الناس وجربتها البنات، جربتها ماشي حطيتها لكم غير هكاك، جربتها وعطات نتيجه وعطات نتيجه مع بزاف ديال الناس عاد غنشاركها معكم. كيف ما شفتوا هنا عندي الحبه السوداء غادي ناخذ منها معلقه معلقه كبيره. المهم المره الاولى ديروا غير معلقه، وفاش تحتاجوها راكم غتوجدوها، وهاد المعلقه هذه راها كافيه راها كافيه راه غدير لكم شحال وشحال. وثاني مكون هو القرنفل، القرنفل حتى هو المنافع ديالو راه معروفين وكلشي كيعرف القرنفل لاش كيصلح للجلده ديال الشعر الحكه ديال الشعر القشره، كيعطر الشعر. المنافع ديال القرنفل راه زوينه، ما تخافوش من غتقول الناس اللي كيصبغوا شعرهم ما يقولوش راه حيت الكميه اللي غنديروا راه غير قليله، راه بعض الحبات يعني حتى اللي كيصبغ شعره يقدر يستعمل هذه الوصفه هذه ويقدر يدير القرنفل ما يخافش منها البنات.
المهم هنايا كنديروا 7 الحبات اولا 3 الحبات اولا 5 الحبات اولا 15 حبة. المهم نتوما واشنو بغيتو، المهم يكون بالفرد. وغادي نزيدو على الحبة السوداء. هنايا عندي كاس ديال الماء ديال العنبة، غادي نضيفو على هاد المكونات هادي. تيقوني البنات هاد الخلطة هادي رغم بالبساطة ديالها المنافع ديالها راه كثيرة كثيرة بزاف، وهانتوما غتجربوها وغادي تشوفوا. غادي نديها فوق البوطة حتى تغلي ونرجع معاكم. هاي يا حبابي كيف ما كتشوفوا دابا فين درتها فوق البوطة كتبدا تغلي وكيبدا يتغير حتى اللون ديال الماء، وهذا الشيء اللي بغينا. المهم تيبان لكم اللون بدا كيغمق وما بقاش في هذا اللون اللي كتشوفوا، حتى كيغمق مزيان. كنطفيو عليه. هنايا راني حيدتها من فوق البوطة كيف ما كتشوفوا وخليتها تدفات وطلقات في بعضياتها. عاد غادي نصفيها، خديت واحد جبانية وصفايه ونصفيوها. اللون ديالها البنات كيتغير. كيف ما شفتوا شوفوا اللون ديالها كيفاش ولا كيولي مركز. دابا غادي ناخذ واحد القريعه بحال هكا تكون عندنا شي سبراي ديال الموارد ولا ديال شي حاجه اللي سالت لينا، وغادي نديروا فيها هذا المحلول هذا. ها انتم احبابي كيف ما شفتوا كنديروا هاد القرايعه، وضروري يكون فيها بحال هكا شي سبراي باش كيساعدنا. علاش هاد القراعي هادو؟ باش كيساعدونا باش كيكونوا عمليين في الاستعمال ديالهم وساهلين. دابا حنا وجدنا الوصفه الاولى، غادي ندوز باش نوجد معكم الوصفه الثانيه، وعاد غادي نعطيكم طريقه الاستعمال ديالهم بجوج. بقاو معايا وندوزو للوصفة الثانية اللي غادي نحتاجو ليها. الشيبة هي المكون الرئيسي ديال هاد الوصفة هادي. الناس الاولين والناس اللي كيعرفوا ليها راه كيسميوها الشيفة ماشي الشيبة، وبالصح راه سميتها الشيفة على المنافع ديالها. وخلاص حنا كنشربوها، يعني اغلبية الناس ديالنا راه كيشربوها، يعني كنستافدو منها داخليا، كتصلح للبرد وزوينه، وهذا هو الوقت ديالها. نستغلوها حيت راها موجوده ورخيصه، والمنافع ديالها في هذه الوصفه اللي غنعطيكم راه خلاص ما ندويوش عليهم، زوينه بزاف للناس اللي عندهم الحكه ديال الشعر ديال الجلد ديال الشعر ديالهم، الناس اللي عندهم القشره كتطول الشعر البنات وكتحد من التساقط ديال الشعر. جربوها وعاد حكموا وغتشكروني عليها البنات، كما انا استفدت منها. والناس اللي غير كيشدوا المشطه وكيطيحوا الشعر ديالهم يديروا هذه الوصفه، راه ما كاين مرخص منها. 2 دراهم درهم، هذه ربما راه غير 10 دريال درهم، انا رقصنتها على شحال، وغتهنيك من هاد المشاكل ديال تساقط الشعر، غتهنيكم وغترحموني عليها. ندوزو للطريقه. هنايا خديت البنات كما شفتوا عريشات ديال الشيبه، وغادي نديروهم هنا. راني غسلتهم البنات، حيدوا لي ما الجديرات اللي كيكونوا، لو بغيتو تخليوهم ما كاين حتى شي مشكل، بغيتو تحيدوهم حيدوهم. المهم راه انا هنايا غادي نحيدهم حيت شويه غلاط، وغنخلي غير دوك العريشات اللي كيبانوا فتيين. كما قلت لكم هاد الوصفه هادي راه كيستعملوها دراري بنات ولاد كل شيء يقدر يستعملوها. وليدات صغار حتى هما بنيات بحال هكا كيكون عندهم ديك الفراغات قدام في الشعر، ديروا هاد الوصفه راها صحيه وما تخافوش منها. كيف ما كتشوفوا راه المكونات راهما ساهلين وكنشربوهم عادي الا درناهم خارجيا. هنايا عندي كاس ديال الماء ديال العنبه، غادي ندير انا قياس كاس العنبه، وغادي نديها حتى هي فوق البوطه حتى تتبخ. العافيه تكون ناقصه باش تطلق على خاطرها، ما نجهدوش في العافيه باش تطلق لينا على خاطرها. غادي نديها فوق البوطه ونرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا ها هو الماء بدا كيتغير اللون ديالو. دابا حيدتها من فوق البوطه كيف ما كتشوفوا، ها هو اللون ديالها. غادي نشد هاد الشيبه هذه ونعصرها
ما نضيعش هاد العصاره اللي كتكون فيها كيف ما كتشوفوا. غادي نعصروها وعاد غادي نصفيها. غادي ناخذ هنايا واحد جبانيه وصفايه ونصفيوها بنفس الطريقه اللي درنا للساندويج والقرنفل. وهذا هو المحلول الثاني اللي حصلنا عليه كيف ما كتشوفوا. ثاني غادي ناخذ واحد القريعه سبراي حتى هي تكون عندها المهم كما قلت لكم الغرض ديالنا دائما بهذا السبراي كيسهل علينا العمليه. هذه غير قريعات ديال الماورد وراه كيتشراو كيكونوا غير بجوج دراهم كتستعمليهم بحال هكا في هاد الوصفات. وغادي نكب فيهم هاد المحلول هذا كيف ما شفتوا. هذا المحلول الاول وهذا المحلول الثاني. دابا غادي ندوزوا لطريقه الاستعمال كيفاش نقدروا نستعملوهم. طريقه الاستعمال ديال هاد المحلول هذا كيفاش غادي نستعملوه في الشعر ديالنا. كناخذوا هاد السبراي كنكونوا حالين الشعر ديالنا وماشطينو فاكينو وكنبداو من هاد الجهه كنفرقوا الشعر وكنرشوا بهاد السبراي. عاود كنعاودوا نحلوا هاد الجهه وحنا كنرشوا الشعر كامل ندوزوا عليه كامل الجلده. البنات وصلوا هاد المحلول للجلده ديال الشعر ديالكم ودلكوه مزيان. الفروه ديال الراس خدموها بهاد الاصابع هادو خدموها بحال هكا باش تسخن لينا هاد الفروه ديال الراس كتسخن وكتستافد من هاد المحلول وهاد المحلول. استعمال ديالهم ماشي غادي نديروهم بجوج نهار غنديروا هاد المحاليل بعدا كيستعملوا يوميا غتستعملوا هادو نهار غديري هذا ونهار غديري هذا يعني غتخالفيهم غير نهار هذا ونهار هذا كل نهار غادي ديري محلول ويمكن لك تحتفظي به في الثلاجة فاش تبغي ديري الشعر ديالك. جبديه ودفيه غير شويه وخدمي به وعاوتاني رجعيه للثلاجه فين ما تبغي دفيه شويه وخدمي به. الطريقه راه سهله المكونات راهما ساهلين ورخاص غير اللي ما بغاش يعالج الشعر ديالو. البنات تشج بنات وولاد هاد المكونات هادو كيصلحوا للبنات والولاد حتى الولاد كيكون عندهم هنايا الصلعه كتبدا كتبان الشعر كيبدا كيهرب اللور يستعملوا هاد المكونات هادو. الريحه ديالهم راه ماشي خايبه الريحه ديالهم زوينه غير جربوهم وتبعوهم وردوا عليا في لي كومونتير. ما تنساونيش حبابي من لي لايك ديالكم الدعم ديالكم وفي الفيديو الجاي ان شاء الله.